رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. الإحرام في الحقيقة هو عمل قلبي، وليس الإحرام كما يظن كثير من الناس هو اللبس الأبيض الذي يرتديه الحاج. المفرد لا يجب عليه دم، القارن له أجر حج وعمرة وعليه دم. مسألة الحائض، هل يصح إحرامها وهل لها أن تحرم بالحج؟ المواقيت بينت في السنة الشريفة وهي تحيط بمكة من جميع الجهات، أن الإنسان إذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم، يعني كانت هناك أمور مباحة تحولت إلى محرمة. هل المخيط المقصود به هو أي لبس فيه خيوط؟ هل يفسد الحج بهذه المحظورات، بفعل هذه المحظورات؟ رحلة الحج مع الأستاذ أحمد العطاس يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.